مرة ثانية تاع طفل وليدي، وراني رحت به كل الجهات المعنية بالأمر وما كان والو. هاي الطلبات، هذه الوثائق تاع طفل، وباتنا الصحة، كل الأبواب كانت مغلوقة، ما كانش اللي عاوننا. ومرة ثانية نزيد نطلب من الشعب الجزائري ومن رئيس بوتفليقة وزير الصحة باش يعاوننا ويتكفلنا بالطفل. هاي الوثائق كل هاي، وما كان حتى رد، وما كان حتى نتيجة. هذه الوثائق تاع الطفل. هذا الكونترول دي تاعو قديم. وهذه الوثيقه نتاع الدياليز، قد هي ديالي في النهار، وشحال الوزن تاعو، وشحال راه يدير 3 خطرات في الاسبوع. كل الوثائق كاينه، الملف كامل، والرد ما كانش. انا نستناو. ومرة ثانية وثالثة ورابعة نتمنى من الشعب الجزائري باش يعاونونا، كذا وزارة الصحة، وبالأخص السيد رئيس الجمهورية باش يعاوننا في الطفل أحمد كمال. أنا اسمي أحمد كمال، نطلب من أصحاب الخير وساعدوني بس نتخلص من ماشين دياليز، راهي تعبتني وراني صابر ونستنى الفرج من عند الله. يلقاو له حل ماشي برا، وأنا خايفة يموت خويا ونبقى وحدي. نطلب من وزير الصحة والصحة يتكفل بخويا، مش بإجراء عملية في الخلف، مش يبرى ويعود للصحة تاعو. مثل جميع الأطفال، لم يلعب مع الأطفال، لم يتبادل اللعب أو الكلام مع الأطفال، فأصبح عنده مشكل في النطق وفي التعبير. كذلك حالته النفسية تتأزم بفعل هذه العزلة وهذا الانغلاق. من ناحية أخرى نجد أن المجتمع يظلم هذه الفئة، لا يتكفل بها جيدا، فربما هذهم الأطفال كانوا بحاجة إلى جمعيات تهتم بهم، تمد لهم الرعاية النفسية والدعم الاجتماعي، فلم نجد أي شيء من هذا. لكن الحمد لله نظرته على الناس نظرة جيدة، رغم أنه لم يجد الدعم من المجتمع الصغير ولا الكبير. هذا المرض إن لم يتكفل به من البداية فهو يخلف أضرار خطيرة نفسية وجسدية وصحية على المريض. أقدم طلبي مرة ثانية
إلى رئيس الجمهورية بأن يعاد النظر في هذا الملف، وأن يكون هناك قرار سيادي يرفع الغبن والألم والمعاناة على هؤلاء الأبرياء من الأطفال والكبار. فمهما نقول في هذه الدقائق عن هذه المعاناة، فهي جزء لا يتجزأ من معاناة كل الجزائريين الذين يزاولون الدياليز، هو أنك تعيش لا تحيل ميت في هذه الدنيا. نرجو أن تكون هذه الصرخة وجدت أذان ساغية لها، وأن تنظر بعين الرحمة لهؤلاء الأبرياء ومن بينهم ابني. ونحن نعلم أن ما في هذا الشعب العظيم الذي يدين بالدين الإسلامي كل الخير، وفي قيادته وعلى رأسهم فخامة رئيس الجمهورية الذي يملك قلب طيب رحيم يحس بآلام كل الجزائريين. كنت في الجيش وكنت ضحايا الإرهاب، سنوات تاع الإرهاب، وعندي طول هذا عنده 10 سنوات مريض. نقولوا لرئيس الجمهورية وزارة الدفاع الوطني بأن يساعدونا طول هذا، وكل الخيرين تاع الشعب الجزائري باش يعاونوا طول هذا. وراه تعبان وراه زاد عليه الحال وراه تعبان، وانا سابقا كنت نسكن في واتسوب عن جال المرض تاع طفل وليدي. جيت العاصمة وعندي 10 سنين وانا هنا في الجزائر، وراه يقرا وراني كل يوم نديه صباحا ومساء، علاه مش قادر يمشي، عنده رجلين تاعو تعوجو. ومرة ثانية نطلب الشعب الجزائري باش يغيثوا الطفل هذا واجرهم عند الله.